بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. يجب على الإنسان أن يفكر في دنياه ويفكر في آخرته، وكما قال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ترك دنياه لآخرته، يعني صار راهبا كرهبان النصارى، وليس منا من ترك آخرته لدنياه، يعني صار ماديا. فإن الدنيا والآخرة شيء واحد، لهما إله واحد، وإحداهما مرتبطة بالأخرى، فمن لا دنيا له لا آخرة له، ومن لا آخرة له لا دنيا له، كما في الحديث: من لا معاش له لا معاد له، وهكذا. إذن الضروري أن نفكر في الدنيا، كما أن من الضروري أن نفكر في الآخرة. التفكير في الآخرة في الصلاة والصيام والحج والبر والاعتكاف والذكر وإطاعة أوامر الله سبحانه وتعالى. أما التفكير بالنسبة إلى الدنيا فإنه وإن شمله أيضا الالتزام بأحكام الله سبحانه، إلا أننا نلخص هذا الأمر في 5 أمور على الإخوان أن يعملوا بها بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أرادوا حسن الدنيا. الأمر الأول: الاكتفاء الذاتي، يعني أنه يجب على كل إنسان أن يعمل للاكتفاء الذاتي في البلاد الإسلامية، حتى لا يحتاج إلى الشرق وإلى الغرب. وقد قال علي عليه الصلاة والسلام: احتج إلى من شئت تكن أسيره. فإن الإنسان المحتاج إلى الغير تلقائيا يكون أسيرا لذلك الغير، والمسلمون في هذا القرن من أظهر مصادق المحتاج إلى الغير، يحتاجون إلى الغير لا في الآلات الصناعية فحسب، بل في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم ومركبهم وغير ذلك. ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى ألبس المسلمين على الأكثر، ولا أقول كل المسلمين، لباس الذل والخوف والجوع والفقر والمرض والجهل والتشتت والحروب والثورات، كما قال سبحانه في آية من القرآن الحكيم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الاكتفاء الذاتي واجب كل فرد، وواجب كل أمة، وواجب كل جماعة. والاكتفاء الذاتي يبتدئ بالبيت وبالعائلة وبالفرد وينتهي إلى الحكومة. من الممكن أن يستعمل الإنسان الاكتفاء الذاتي مثلا بالمصانع الصغيرة والتي تستوعب 3 أفراد أو 5 أو 10 أو 20 أو 30
أو 50، وهذا شيء متوفر مالا ورجالا لكل جماعة إذا أوتوا شيئا من الحكمة والتعقل والتعاون. وكذلك الاكتفاء الذاتي يكون بسبب صنع حقل الدواجن ولو الصغيرة منها، وبسبب الزراعة، وبسبب الصناعات اليدوية وما أشبه ذلك. فإن إنسانا لا يكون محتاجا إلى الغير في صغير الأمور وكبيرها هو إنسان محترم. وفي المثل الكرامة الاقتصادية توجب الكرامة الاجتماعية، فمن الضروري أن نهتم بالاكتفاء الذاتي الذي فقدناه منذ نصف قرن. وإني أذكر أن في الحرب العالمية الثانية وكنا في العراق وكان العالم يحترق شماله وجنوبه وشرقه وغربه، لم نحتج إلى شيء من الخارج إطلاقا، لأن كل شيء كان يصنع في نفس العراق. ولو الحوائج كانت بدائية لكنها كانت حوائج تعطي مهمات الناس واحتياجاتهم، وإنما صار التموين في شيئين فقط هما القماش والسكر الأبيض. ووالدي رحمه الله قال لا نحتاج إليهما، أما القماش فنستعمل الأنسجة الوطنية لأنها كانت أنسجة وطنية ولو لم تكن بتلك اللطافة التي كانت من الخارج. وقال أما السكر فنستعمل التمر والدبس والسكر الأحمر مكان ذلك. هكذا كان العراق، أما اليوم وبعد ما يقارب نصف قرن فالعراق يحتاج إلى كل شيء من الخارج، ابتداء من الطائرة وانتهاء إلى الحنطة والأرز وما أشبه. فهل يتمكن أن يدعي بلد يحتاج في كل شيئه إلى الخارج أنه بلد مستقل وأنه بلد اقتصادي وأنه بلد سيد؟ من الضروري أن يهتم الجميع للاكتفاء الذاتي، الرجل والمرأة والجماعات والفئات والأقطار وغيرها، كل بقدر تمكنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي آية أخرى ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا هو الموضوع الأول الذي يجب الاهتمام به وجوبا شرعيا، لأن هذا الوجوب مقدمة للاستقلال والسيادة وتطبيق الإسلام. الأمر الثاني الاهتمام بأمر الشباب من البنين والبنات. الشاب والشابة يحتاجان إلى ثلاثة أشياء: الزوج والزوجة، هذا الأول، الثاني الكسب، والثالث الثقافة. فإذا وفرنا هذه الأمور للشباب وكما أمر الله سبحانه وتعالى نكون قد أنقذنا شبابنا من الانحراف الخلقي والجنسي واستعمال مواد المخدر وما أشبه ذلك، وإلا لكان الشباب ضياعا في ضياع. والشباب هم الذين يكبرون ويكونون قادة الأمم. ولذا فمن الضروري أن نهتم بأمر الشباب، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف نزوج بناتنا، فقد زوج فاطمة الصديقة وسنها العاشرة
كما أنه تزوج بعض زوجاته في سنين متقدمة كما هو معروف في التاريخ. وكذلك ورد عن رسول الله أنه إذا رأى شابا سأله هل لك زوجة؟ فإذا قال لا سأله لماذا لست متزوجا. وكذلك الرسول كان إذا رأى شابا سأله ما عملك؟ فإذا قال لا عمل لي قال سقط من عيني. أليس هذا بمعنى تحريض الناس على الاقتصاد والكسب والتجارة والغنى والثروة؟ وأليس هذا بمعنى تحريض الشباب والشابات على الازدواج؟ فاللازم أن نوفر للشباب من البنين والبنات المكسب ونهيئ لهم الزواج البسيط. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء أمتي أقلهن مهرا وأصبحهن وجها. قلة المهر تسبب سرعة عجلة الزواج إلى الأمام، كما أن أصبحهن وجها لا يراد بها الجمال، وإنما يراد بهذه الكلمة أن تكون أوجه الفتيات أوجها مبتسمة متفتحة كوجه الصباح. وعلى هذا المعدل يجب إنقاذ شبابنا من الانحراف والانجراف والانصراف بسبب الزواج وبسبب إعطائهم الكسب وبسبب تثقيفهم بالثقافة الصحيحة الإسلامية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الثقافة العامة. حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. والمراد في الفقه في الأحاديث وفي الآيات الكريمة تفقه الدنيا والدين وتفهمهما، لا الفقه المصطلح الذي هو عبارة عن مجموعة أحكام جمعت في الرسائل العملية فقط. إن هذا فقه لكنه شيء من الفقه. فالإمام الصادق يتمنى أن يضرب على رؤوس أصحابه بالسياط الكثيرة، لأن السياط كما تعلمون صيغة مبالغة مثل ضراب وخباز وحمال وفعال وما أشبه ذلك. وهذا معناه تمنى الإمام الصادق أن يتفقه الأصحاب فقها دينيا ودنيويا. وهذا ممكن بسبب الإذاعات والتلفزيونات والصحف والأشرطة والكتب والمجلات والنشرات والندوات وما أشبه. إني شخصيا عرض علي إذاعات وتلفزيونات في بلاد من هذا القبيل، لكننا لم نوفق لذلك لبعض المحاذير. فمن الممكن تثقيف الأمة الإسلامية بالثقافة الحية الدينية والدنيوية بسبب وسائل الإعلام المختلفة. وغالبا يعلم الأصدقاء أننا وجدنا حرية صغيرة في كربلاء حينما كنا في العراق، ففتحنا فيها 15 مجلة بأسامي مختلفة واتجاهات مختلفة وتوجيهات مختلفة. وعلى أي حال فاللازم استغلال الفرص لتثقيف المسلمين تثقيفا دينيا دنيويا، كل حسب قدرته. في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع المال لأجل بعض حروبه حين هوجم من قبل الكفار، فإن حروب رسول الله كانت دفاعية ولم تكن هجومية، كما ذكرت تفصيله في كتاب في ظل الإسلام. جاء إنسان وأعطى للرسول دينارا، الرسول صلى عليه لأن الرسول كان مأمورا بالصلاة على من يعطيه مالا في سبيل الله حسب أمر الله سبحانه
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فجاء إنسان ثان وأعطى الرسول 10 دنانير فصلى الرسول عليه أيضا. جاء إنسان ثالث فأعطى الرسول 100 دينار فصلى الرسول عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء إنسان رابع وأعطى الرسول 1000 دينار وصلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليه أيضا. ثم هؤلاء بعدما ذهبوا توجه الرسول إلى أصحابه، وكان ذلك في محضر الأصحاب في المسجد المقدس، فقال لهم إن كلهم في الأجر سواء. قالوا يا رسول الله كيف؟ وهذا أعطى دينارا وهذا أعطى 1000 دينار. قال الرسول نعم، كل عمل حسب قدرته وطاقته. أننا مكلفون بالثقافة حسب قدرتنا وطاقتنا. إنسان يتمكن من فتح مطبعة أو من فتح إذاعة أو من فتح تلفزيون، وإنسان يتمكن من طبع 1000 كتاب أو 100 ألف كتاب، وإنسان يتمكن من اشتراء 10 كتب وتقسيمها بين الشباب والشابات لتثقيفهم. هذا هو الأمر الثالث الذي نحن مكلفون بها شرعيا، يعني وجوبا شرعيا كوجوب سائر الواجبات. الأمر الرابع الاهتمام بالتعددية، يعني أن يكون في بلادنا من الحكومة إلى أصغر معمل أو مدرسة أو ما أشبه حسب تيارات مختلفة واتجاهات مختلفة واجتهادات مختلفة. فإن التعددية تسبب تقديم الأمة إلى الأمام، والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الشيء في عدة من آيات القرآن. مثلا قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الجنة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني حتى أن الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى في الرقابة والتنافس. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ومن الواضح في الأدب أن المسابقة مفاعلة، والمفاعلة إنما تكون بين 2، أما الواحد فيأتي بالفعل المجرد لأجله. مثلا نقول ضرب، قتل، منع. أما إذا أردنا مسابقة 2 في هذه الأمور نقول ضرب، قاتل، مانع وما أشبه ذلك. فالله يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم، يعني أنه يجب أن تكون مسابقة، يعني يجب أن تكون قوى متعددة. في آية ثالثة الله سبحانه وتعالى يقول: واستبقوا الخيرات. استباق، استبقوا الخيرات يعني يسابق بعضكم بعضا. وأغلبنا رأى بالنسبة إلى المتسابقين على الجياد أو على السيارات أو على السفن أو على الطائرات أو حتى في السباحة وعلى الأرجل. هكذا يجب أن نهتم بالتعددية، فإن الاستبداد مهلك للمستبد ولطرفه. وقد قال علي عليه الصلاة والسلام: من استبد برأيه هلك. ومن الواضح أن الهالك لا يعطي النجاة، فمعنى ذلك هلك وأهلك. ومن المشهور في الفلسفة: فاقد الشيء لا يعطيه. يعني أنك تفقد الدينار، هل تتمكن أن تعطي دينارا؟ أنك تفقد الأخلاق والعياذ بالله، هل تتمكن أن تعطي أخلاقا؟ وهكذا المستبد يهلك، وهل الهالك يتمكن من إعطاء النجاة؟ فاللازم أن نهتم في بلادنا بالتنظيمات المتعددة في كل مرافق الحياة،
من القرية إلى المدينة إلى الحكومة إلى المعمل إلى المصنع إلى المكتبة أو ما أشبه، فإن ذلك يسبب النمو والتقدم. والغرب إنما تقدم هذا التقدم المادي القليل في نظرنا نحن، لأن تقدم الإسلام أولا معنوي ومادي، وثانيا تقدمه المادي أيضا أكثر إذا أتيح له الفرصة. الغرب إنما تقدم هذا التقدم بالتنافس، وكلنا يرى أن رؤساء الحكومات تتبدل، ورؤساء الأحزاب تتبدل، ورؤساء المنظمات تتبدل، ورؤساء الجمعيات تتبدل. أليس معنى هذا أنهم أخذوا للتعددية؟ وقد قال علي عليه الصلاة والسلام: الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم، يعني أنه هم يأخذون النظافة، هم يأخذون النظام، هم يأخذون الاستباق، هم يأخذون عطف كبيرهم على صغيرهم واحترام صغيرهم لكبيرهم، هم يأخذون بتكوين الجمعيات الخيرية وبالمكتبات وما أشبه، ونحن قرآننا وديننا يأمر بكل ذلك لكن نتركها، ولهذا تأخرنا. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس، وهو فريضة أيضا، أن نهتم للاقتراب من آيات القرآن المتروكة المنسية أكثر فأكثر. آيات القرآن على قسمين: قسم من آيات القرآن المسلمون يعملون بها قليلا أو كثيرا، واجبا فعلا ومحرما تركا. مثلا المسلمون يعملون بآية الصلاة، آية الزكاة، آية الخمس، آية الحج، آية الجهاد، وهكذا يتركون الغيبة والتجسس وسوء الظن قليلا أو كثيرا. يعني هذه الآيات في معرض العمل، لكن كثير يعملون وجماعة لا يعملون. وهناك ثلاث آيات من القرآن الحكيم المسلمون تقريبا اتفقوا على إهمالها وعدم العمل بها، وذلك من أسباب ضيق العيش عليهم في الدنيا والعياذ بالله من الآخرة، كما قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني أهملت الآيات وهكذا اليوم تهمل، لأن الله لا ينسى كما هو واضح. المسلمون تركوا هذه الآيات الثلاث تقريبا شبه الإجماع في الترك، ولهذا تأخروا. الآيات الثلاث هي آية الأمة: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فالأمة واحدة بمعنى أن لا حدود جغرافية بين بلاد الإسلام، كما كان في السابق، كانت حكومات متعددة لكن لا حدود جغرافية بينها. وإني أذكر قبل 60 سنة وكنا في العراق، يذهبون إلى إيران وإلى الحج وإلى الكويت وإلى سوريا، وكذلك يأتون من تلك البلاد إلى العراق، ولا حدود جغرافية إطلاقا بين هذه البلاد. آية الأمة تركت منذ نصف قرن تقريبا. الآية الثانية آية الأخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إخوة يعني في الإذاعات والتلفزيونات والصحف والخطابات فقط، أو إخوة عملية. والآن نرى نحن لسنا إخوة، فقد ترك المسلمون الأخوة الإسلامية عمليا. بينما أنا أذكر وأنا في العراق قبل 60 سنة وقبل 50 سنة كانت الأخوة الإسلامية قائمة على قدم وساق، فيأتي المسلم الإيراني
أو الهندي أو الأفغاني أو الخليجي أو ما أشبه ذلك يأتي إلى العراق ومجرد إتيانه يفتح دكانا ويشتري دارا ويتزوج ويزوج ويشترك في التجارات وما أشبه ذلك. لكن الآن هذا الشيء متروك إطلاقا عند المسلمين. الآية الثالثة آية الحرية، حيث يصف الله سبحانه وتعالى رسوله بعدة أوصاف، من جملتها يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإسر والأغلال عبارة عن القيود والأغلال التي سببتها القوانين أو الاجتماع، فإن المسلم اليوم ليس بحر إلا في نوادر الأشياء، بينما في الإسلام كل شيء حر ما عدا المحرمات، والمحرمات معروفة: الزنا، الربا، القتل، شرب الخمر، السرقة وما أشبه ذلك. أما في سائر الأشياء فالمسلم حر، في التجارة حر، في الزراعة حر، في الصناعة حر، في السفر حر، في الإقامة حر، في العمارة حر، في حياز المباحات حر، في إبداء الرأي حر، في التحرك حر، في السكون حر، في التجمع حر، وكذلك حر في كل شيء ما عدا المحرمات. وقد قال علي عليه الصلاة والسلام في مضمون كلام الله في نهج البلاغة، وليس ما أذكره نص كلامه، يقول إن المسلمين يتركون القرآن فيتركهم الله سبحانه وتعالى، ثم يرجعون إلى القرآن فيرجع الله سبحانه وتعالى إليهم. الآن المسلمون في حال ترك القرآن وترك العمل بالقرآن، ولهذا الله سبحانه وتعالى أعرض عنهم: وترون في كل بلادهم حروب، وكلهم طعمة للقتل والنهب وسفك الدماء ونهب الأموال وما أشبه. ولذا فالواجب علينا أن نهتم لأن يرجع إلينا عز الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي آية أخرى: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.